بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. رغم ما كتب في التاريخ من المظالم والتمييز في عهد الحكام الثلاث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وما تسببوا به من إيجاد طبقية وشريحة فقيرة ومهمشة في المجتمع الإسلامي، فإن عودة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الساحة السياسية وتوليه الحكم ضخت دماء جديدة في جسد الأمة، جعلها تستنشق العدل والمساواة والحرية والعيش الكريم. فحتى اللحظات الأخيرة من حياته سلام الله عليه لم يكن ثمة أحد يشكو الجوع والعوز ولا الاضطهاد والظلم السياسي وغيره، حتى أنه خاطب قاتله ابن ملجم عليه اللعنة بلهجة يندر أن تصدر من شخص يتعرض للاغتيال يخاطب من ينوي قتله قائلا: ويلك لما فعلت هذا، أبئس الإمام كنت لك. وقبل فعلته الشنيعة المدوية في التاريخ كان الإمام عليه السلام يستقبله ويحترمه ويجزل له العطاء، فلم يكن شاكيا قط. وهذا هذه المنهجية، هذا النبل، هذا المنهج النبوي الرسالي سار الإمام المجتبى الحسن عليه صلوات الله وسلامه عليه في الأمة. فالمهم لديه، لدى الإمام، ليس أن يصل إلى قمة الحكم، وإنما تلامس الأمة قيم ومفاهيم السماء بكل مشاعرها، ثم تعيها وتؤمن بها لتكون ثقافتها في الحياة. فعندما كانوا يتحدثون عن التسامح والتعاون والصدق والأمانة والوفاء، كانت غاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تتجسد في سلوك الناس، لذا كانوا يجسدون كل هذه المفاهيم والقيم وهم يعيشون بين الناس. وهنا مصداق قول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكتب في التاريخ، وكتب التاريخ كلها مليئة بحكايات السخاء والكرم للإمام المجتبى الحسن سلام الله عليه، بغض النظر كون الشخص من شيعته أو من الآخرين. يكفي أنه إنسان يكشف عن ضائقة فيكشفها الإمام فورا، وأكثر من ذلك بكثير. بهذا السخاء والكرم انتصر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على السيف، وقبله الإمام المجتبى الحسن انتصر على معاوية بحكمته وأخلاقه الرفيعة. وهكذا سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فهم يقودون الأمة بالمفاهيم والقيم النبيلة إلى الأمان والحرية والرفاهية. أما سياسة الترغيب والإلغاء والإغراء ومنح الامتيازات، فهي التي تدفع بالأمة والبلاد إلى شفا الهاوية التي أنتجت كوارث إنسانية وأخلاقية، بل أساءت في كل مناحي الحياة. فسلاما على المجتبى الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى نجه الحق المطلق، ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقيكم في صباح العزاء الحسني وأجواء العطاء الحسيني والتسابق والتفاني في الخدمة الحسينية، الصورة الرائعة التي لا تتكرر إلا في كربلاء الشعائر المقدسة، برفقة مدير مديرية مجاري كربلاء المقدسة المهندس عامر الكناني، ومدير مديرية الموارد المائية بكربلاء المقدسة المهندس عبد الأمير رشيد. أهلا برفقتكم. خدمتكم احنا، عمي بخدمتكم والله. سماش حر، والله حر. هلا بيهم، هلا تفضلوا.
أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام العزاء هذه. أيها الكرام، سادة الأحبة، استوديوهات مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية تنقل لكم من صباح هذا اليوم الزحف المليوني القاصد إلى كربلاء المقدسة من ذي قار، وتحديدا المسافة 315 كيلومتر عن كربلاء المقدسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطى الزاحفين صوب كربلاء، وإن شاء الله يصلون بأمن وأمان. أيها الكرام، سادة الأحبة، وجد ترحيب بضيوفي المهندس عبد الأمير رشيد، مدير مديرية الموارد المائية في كربلاء المقدسة. حياك الله سيدنا. سلام. أهلا ومرحبا بجنابك. أهلا وسهلا بكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، تحياتنا جنابك، وأيضا تحية المهندس عامر الكناني، مدير مديرية مجاري كربلاء المقدسة. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أعظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وكذلك بذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. كل التوفيق إن شاء الله لشخصك سعد مصطفى وللكادر إن شاء الله في قناة الإمام الحسين الفضائية. كل التوفيق إن شاء الله. حياتنا جنابكم. أستاذ، أريد نعرف بدايات، إحنا طبعا دخلنا بذروة العمل، يمكن دوائر الخدمية من أيام دخلت ذروة العمل والخطة فيما يخص الزيارة المليونية. حدثنا عن سير عمل أحد أهم مفاصل الدوائر الخدمية المجاري في كربلاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف جنابك، إحنا عندنا أول شيء خطة استعداد لاستقبال الزيارة المليونية، وعندنا نسميها خطة الزيارة اللي هي في الذروة تكون. الحمد لله والشكر باشرت كوادرنا مديرية مجاري كربلاء المقدسة الهندسية والفنية والعاملة وكذلك الإدارية اللي هي الساندة طبعا بتنفيذ خطة المديرية من خلال تسليك وتنظيف وصيانة وإدامة شبكات المجاري المعنية بمركز المدينة القديم ابتداءً، بالإضافة إلى أنه صيانة وإدامة محطات الرفع، تعرف جنابك الأعمال الميكانيكية الكهربائية، تنظيفات باشرنا بها أيضا. عندنا بعض المحطات يكون بها زيادة طاقات تصريفية تحسبا لزيادة الطاقات يعني اللي تجي للمحطات الرفع. عندنا أيضا بالإضافة إلى مشاريع التصفية. نعم، كل هاي المحطات لازم انت تكون توفر لها اول شيء مثلا ماده الغاز. صح. تحسبا للانقطاع التيار الكهربائي. صيانه وادامه للمولدات، الاعمال الميكانيكيه الكهربائيه، هاي كلها لازم تجيب لها مثل ما نقول قطع غيار. صح. لان اول شيء الطرق تنقطع، صعوبه التنقل، فهاي كلها احنا ان شاء الله وفرناها. بالنسبة للكهرباء أستاذ عامر، نعم، الحصة اللي تنضاف إلى كربلاء هي أيضا تنضاف إلى حصص الدوائر الخدمية بالنسبة لتغذيتها بالكهرباء؟ أكيد طبعا، وإحنا بالمناسبة أغلب محطاتنا يعني مربوطة على خط الطوارئ. جيد. بس تعرف جنابك يعني نتيجة للزخم اللي يصير يكون هناك انقطاعات مثل ما صارت مثلا بعشرة محرم أو. صح. بالسنوات السابقة يصير هذا الموضوع، لأن تعرف جنابك زخم مو طبيعي. فإحنا تحسب أن هاي الأمور هاي استعداداتنا. أما بالنسبة للآليات التخصصية أيضا يعني عدينا كشوفات وقمنا بتصليح الآليات التخصصية أيضا، وتعرف جنابك احنا المدينة سويناها على عدة قطاعات وخزننا بها مواد الغاز بالمحطات على مود يكون السائق أقرب مكان يروح يفول الغاز، بالإضافة إلى أنه هيئنا عدد وقطع الغيار لهذه الآليات ايضا. تعرف جنابك نتيجه الزخم تصير العطلات موجوده طبعا. تقطيعها الى قطاعات هو يحكم السيطره بشكل اكبر.
الحمد لله والشكر. يعني احنا من خلال عده زيارات، وتعرف جنابك سنه على سنه زياره يعني تزيد اعداد الزائرين، فاحنا اعتمدنا خطه من عده سنوات انه المدينه نقسمها لعده قطاعات. نعم. كل قطاع يكون بآليات تخصصيه وعاملين ومراقبين عمل ومهندسين. فاذا تاخذ لك جوله مثل ما نقول بمركز المدينه راح تلقى عندنا كرفانات مبيت ايضا للعاملين، لان احنا عاملنا يعني تخصصي، ما تقدر تستكري عمال خلال الزياره. وهذا راح نبحثه بالنسبه حتى المتطوعين ودعم المحافظه. لكن اسمح لي ان انتقل للاستاذ عبد الامير وجنابك. استاذ عبد الامير، باجواء الازمه المائيه اللي يعيشها العراق وباجواء الحر اللاهب، احنا باجواء الزياره المليونيه، ما هي الخطط والبرامج اللي أعدتها الوزارة والدائرة ودخلت حيز التنفيذ هذه الأيام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة زامنت الزيارات المليونية لشهر المحرم الحرام عاشوراء وأربعينية الإمام حسين ضمن الأزمة المائية الحالية الموجودة بالبلد ودول المنطقة. بس احنا يمكن اكبر حصتنا الاكبر بالازمه الاخص، احنا نهر الفرات على اعتبار كربلاء على نهر الفرات كان الفرات. الضرر الاكبر يعني. وهذه بتاريخ العراق، هاي اول يعني ما اعلى ازمه مائيه بتاريخ العراق حقيقه بنهر الفرات تمر بينا السنه. الحمد لله والشكر كاجراءات اتخذناها للزيارات المليونيه، اجراءات استباقيه واستعدادات مسبقه وإجراءات ضمن الذروة للزيارة. أهم الإجراءات الاستباقية اللي أخذناها، أول شيء تنظيف الجداول من الترسبات والأدغال والقصب وفتح الاختناقات اللي موجودة بالتقاطعات لتسهيل عملية انسياب المياه لمركز المدينة. طبعا إحنا الهدف الرئيسي بهاي هسه عندنا الهدف الرئيسي إنه تأمين الإسالات في محافظة كربلاء والأقضية والنواحي، لأنه ما شاء الله كربلاء تكون من جميع المحاور قطعة واحدة. صح. بالمواكب وبالزائرين. قلنا كل كربلاء موكب خدمي. نعم كده موكب خدمي واحد إن شاء الله. فالغرض من هاي الإجراءات اللي الاستباقية لسهولة وصول المياه إن شاء الله لكل الإسالات بالمحافظة والأقضية والنواحي. ايضا لغرض تعزيز الموقف قله الاطلاقات الموجوده الحاليه، تم التواصل مع مراجعنا من خلال السيد المحافظ وكذلك الاخوه النواب بمحافظه كربلاء ومراجعنا بالوزاره وتدخلات حتى على مستوى رئيس الوزراء. الحمد لله والشكر تعززت الاطلاقات لمدينة كربلاء لهذه أصبح عندنا استثناء الإضافة. يعني كان أعطيك مثال جدول الحسينية 15 متر مكعب، الآن أكثر من 25 متر مكعب. جيد جدا إن شاء الله. جدول بن حسن كان 6 متر مكعب، الآن أكثر من 12 متر مكعب. وإن شاء الله عند دخول الذروة متواصلين مع مركز الوزارة بدأت أطلاقاتنا من اليوم إن شاء الله راح تعبر أكثر من 27 متر مكعب جدول الحسينية، وجدول بن حسن أكثر من 15 متر مكعب. وإن شاء الله يعني خلال هاي الفترة تتذروى من 10 صفر إلى 25 صفر إحنا نأمن هاي الأطلاقات إن شاء الله مسيطرين. نعم. على تأمين الإسالات كاملة. نعم أستاذ عبد الأمير، بخصوص إضافة الإطلاقات وحصص كربلاء من الماء، هل مشاريعنا تستوعب أي حجم من هذه الإطلاقات وبالنتيجة تستوعب هذا العدد الكبير والمياه حصص المياه بالقدر الممكن، أم أن مشاريعنا أصلا بحاجة إلى إدامة تستوعب هذا الكم من الإطلاقات؟ اللي تفضلت بي يعني حقيقة التوسع، إحنا نتوقع بعد يعني مو توقع ودراسات على التوجه الزيارات المليونية بعد احتمال 2030 تصل إلى أكثر من 50 مليون زين. الزائرين جي. ويعني هاي منظورة يعني بحساباتنا يعني زين. فهذه إحنا الدراسات لازم تكون من طقم كموارد مائية إن شاء الله تتأمن هاي الإطلاقات، لأنه إحنا
المحور الأساسي نهر الفرات يمر كربلاء. نعم. يعني عندنا من سدة الهندية محور يدخل يعني وأيضا محور بابل. فمشاريعنا يفترض معظمها إن شاء الله بخططنا المستقبلية أنه دوائر يعني الإخوان بدائرة الماء عندهم خطط أنه كل هاي يصير تعزيز من نهر الفرات، لأنه إذا على الجداول الفرعية تكون إطلاقاتها محدودة. نعم. فحتى تحل هاي المشكلة أكو توجه إن شاء الله. نعم. أنه هاي تتحول على الفرات مثل ما هسه إحنا عندنا مشروع كربلاء الموحد الفرات قدم سدة الهندية، عندنا مشروع الهندية الموحد الفرات، أكو أيضا عندهم مشاريع أخرى إن شاء الله راح يعني تكمل بالنسبة هاي للتوسعة تخدم أكثر من ما هي هاي الحالية الموجودة على جدول الحسينية. لكن أيضا حسن أستاذ عبد الأمير أيضا مشخص على الموارد المائية عندها مشاكل استراتيجية بعملها. حضرتك قبل يعني تولى مهام إدارة المديرية بالمحافظة أنت جزء من العمل وقديم وتعرف هاي التفاصيل كلها. بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية للموارد المائية هي المشكلة، يعني لنفترض هل استثمرت الموارد المائية بشكل عام وكربلاء بشكل خاص الأمطار مثلا بالشتاء حتى تخزنها بشكل صحيح وتدعم الماء كدوائر أو وزارة معنية، وبالنتيجة تكون المشاريع مستوعبة لأهمية هذا الوقت سواء الأجواء الحارة أزمة المياه أو زيارة الأربعين؟ إحنا كموارد مائية بالمحافظة عندنا تشغيل مشاريعنا داخل المحافظة اللي تفضلت به سياسة عامة للوزارة. نعم. يعني إحنا بالنسبة للسيول والأمطار والثلوج ذوبانها هاي هي مصدر بالنسبة لنا التغذية لحوضي دجلة والفرات. نعم. ومن دول المنبع. نعم. سواء تركيا أو تمر بسوريا الفرات، هاي بالنسبة للفرات اللي مر بمناطقنا، كذلك دجلة أيضا من تركيا باتجاه. فهاي السياسة يعني الأمطار والثلوج من تسقط بالمنبع راح تستفاد من عندها تركيا وتجينا إطلاقات، إحنا راح تنخزن عندنا بسدودنا مثلا سد الموصل على دجلة. صح. بالفرات عندنا نخزن بسد حديثة، والإطلاقات والتوزيعات تصير ضمن خطة الوزارة من خلال المركز الوطني للوزارة لإدارة الموارد المائية. فهاي إحنا سياسة الوزارة وليس سياسة مديريتنا. نعم. الأمطار اللي أصلا نتحدث عن الموسم اللي مضى. نعم. طبعا إحنا هاي الموسم السنة الرابع عندنا الشحة المائية بعد سقوط الأمطار والثلوج، فصار عندنا تراكمت الأزمة. يعني خلال الموسم الماضي الشتوي صارت عندنا بالأيام الأخيرة سقوط أمطار بالوسط والجنوب. صح. وكذلك بعد بنهاية الموسم أصبحت عندنا بدول يعني عالي بالشمال. حقيقة الفائدة كبيرة هاي استفادت، يعني كان عندنا الخطة الشتوية معدة أن مثلا 2.5 مليون دونم. نعم. اللي باتفاق وزارة الزراعة من هطلت هاي الأمطار بالوسط والجنوب صار توسع بالزراعة. يقولون 50% من هاي الأمطار راحت. لا يعني اللي ينقل مو صحيح. احنا كاختصاص يعني احنا كل قطرة استفادينا من عدها. يعني الأمطار اللي دخلت على الوسط والجنوب أول شيء صارت رية مكان ما أنت تطلق ريات من خلال نهر دجلة والفرات. نعم. هذا بقى خزين ما أطلقه من السدود، هاي صارت رية ثانية ورية ثالثة من هذا، فما أطينا مياه بقى خزين عندنا اللي هو فائدنا هسه بالصيف. جميل. هذا كخزين. مم. منخفضاتنا اللي مثلا الثرثار والشويشة الكوت ذني أيضا هسه اللي هن فائداتنا ده نحول من عدن للفرات. نعم. خزين عدنا بيها فخزناه بذني السدو. تجي الأهوار كانت وصلت المرحلة انتهت الأهوار. نعم. يعني جفت الحمد لله بسقوط هاي الأمطار والنسب العالية. نعم. عادت الأهوار طبيعتها. عدنا اللسان الملحي اللي يمتد علينا بالمد والجزر من البحر باتجاه شط العرب، هذا بالاطلاق بهاي السيول اللي اجتنا والامطار دفعنا السن اللسان الملحي باتجاه البحر. نعم. اكثر من 30 كيلو بحيث بقت المياه عذبه عندنا. الامطار اللي اجتنا من
الجارة إيران طبعا استفادت من عندها الكارون بالتنسيق وبالعلاقات. هسه عندنا البصرة أحسن محافظة بالماء حاليا، بينما بالسنوات السابقة احنا مشكلتنا ويا تركيا، لأن نسبتنا شقد 85 لو 80، إيران 15%. هسه حلت احنا ليش هسه الضغط اللي علينا بدجلة ليش خف علينا كموارد مائية؟ قبل همنا نوصل المي للبصرة، هسه البصرة ما عندنا بها مشكلة، صارت المسألة عكسية. هسه أحسن محافظة عندنا هي البصرة. صحيح. ومياها عذبة أصلا. منين؟ من الكارون. إيران ليش يعني الناس أطلقونا هاي من نتيجة هاي السيول والأمطار صار عندهم خزين، أطلقونا الكارون. نعم. سنوات سابقة ما كان مطلق. نعم. لأنه سارعتهم فاستاذ يعني الفائدة يعني كبيرة. جميل جدا. بالنسبة عفوا للسدود. نعم. اللي نزلت الأمطار بالسدود. نعم. يعني استفادت من عدة تركيا، استفادت احنا عدتها هم خزناها بالسدود اللي هسه احنا بدنا نعبر بها الازمه. مو احنا المشكله خزناها بتحصيل الحاصل، مو بالمشاريع الاستراتيجيه اللي طبعا انا بودي اناقف عند المشاريع اللي يعني معنية بكربلاء. المشاريع الاستراتيجيه يعني تقصد شنو استاذ؟ يعني السدود اي طبعا بشكل عام. استاذ احنا السدود هسه بالوقت الحالي، نعم، يعني احنا سدودنا فارغه، احنا هسه بالوقت الحالي يعني عندنا سد، كل سد يعني اذا سعه مالته 11 مليار هو ب مليار، اذا سعه مالته 8 مليار ب 900 مليون. عفوا استاذ، فهي سدنا فارغ. انت من تسوي سد طبعا السد ميزانيه دول كبيره، يعني هاي الدول الجوار كلها هي ميزانيه السد. استاذ عبد الامين، فمن تعيش من سنين شو تسوي به فارغ؟ يعني الانذار من الازمه الماليه قبل اكثر من 10 سنين، شنو اللي قدمته وزاره الموارد المائيه من مشاريع للمحافظات المهمه وبشكل عام كاستراتيجيه؟ ابحث هاي الجزئيه لانه اريد استثمر وجودك ويانا نبحث هاي الجزئيات. لكن اسمح لنا استاذ عبد الامين، خلينا نروح لفاصل حتى نرجع استاذ عبد الامين نشوف شنو شغل الجماعه باعتبار زياره الاربعينيه. المجاري هي من اهم الدوائر اللي تنقلنا الى واقع طبعاً. خدمي ان شاء الله يرتقي بالواقع. اسمحوا لنا ساده الكرام وانتم ايها الاحبه، نذهب مع علي الخالدي نشاهد اجواء الخدمه والزائرين، نشاهدها معا ونعود رافقونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية حسينية طيبة لك زميلي مصطفى ولضيفك الكريم. طبعا وياكم نتواصل بهاي التغطية الحية والمباشرة من خلال برنامج الطريق إلى الإمام الحسين واستنفار قناة الإمام الحسين لنقل شعار زيارة الأربعين ونقل صورة زائري الأربعين، زائري الإمام الحسين عليه السلام. طبعا اليوم احنا بباب قبلة الإمام الحسين نتواصل بنقل عزاء المؤمنين وتعازيهم بهذه الذكرى الأليمة، وأيضا سؤالهم عن أبرز المشاكل اللي يواجهوها في الجانب الخدمي اللي من شأنه طبعا أكيد أنه يقدم أفضل خدمة للزائرين. طبعا اليوم إحنا بموكب السادة. السلام عليكم سيدنا. شلون صحتكم؟ وإذا تفضلونا اللي هنا. مرحبا، شرفتونا أستاذنا العزيز. الله لكم الأجر سيدنا ويجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذا الذكرى الأليمة، وهي ذكرى الأربعين للإمام الحسين عليه السلام. نحن بطبيعة عملنا موكب بطلة كربلاء من أهالي البصرة، قدمنا لتقديم خدمة للزائرين. سيدنا اليوم تواجهون مشاكل بمشكلة المجاري أدلكم الله أو الماء؟ والله بالنسبة للمجاري والماء ما جاي نلاقي أي مشكلة. هاي اليوم الأرض أرض الحسين، أرض الجميع، مو أرض عايدة لأحد بلدية كربلاء أو بلدية البصرة. أنت تحافظ عليها مثل ما كأنما تحافظ على بيتك، تأدي رسالتك اللي أنت جاي بيها من محافظة البصرة اللي هي الخدمة مالتك الحسينية بأتم صورة، على مود من تروح بإذن الله تعالى ما تترك وراك بصمة تشكل لك لا سامح الله شكليات غير لائقة أنه هؤلاء خدمة الحسين ما تليق بالحسين. أحسنتم. ما تليق. أحسنتم سيد، أحسنتم. طبعا زميلي مصطفى مثل ما شفنا الوجه الحسيني، الوجه الناصع البياض، الوجه اللي دائما تكون تهمة صورة الإمام الحسين وزائري الإمام الحسين بالمحافظة على كل شيء يخص الجميع. تواصل طبعا ويا بقية الخدام. طبعا مثل ما تشوفون يعني ثواني ما قدرنا نوقف يمه هذا الخادم، كيف انه هو دا يواصل بهاي الشمس بهاي الحرارة بهاي في سبيل الخدمة، في خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هاي موكب بطلة كربلاء من محافظة البصرة، جاهزين بكافة استعدادات، موكب بطلة كربلاء. اليوم انت قاطع هاي الأميال او قاطع هاي المسافة كلها في سبيل تخدم، رسالتك
للمساعدة بهاي الجهات. يعني اليوم عندنا البلدية، عندنا الماء، عندنا المجاري، الكل تحتاج تضافر جهود. أكيد اليوم رسالتك لبقية المواكب للتعاون معه. طبعا لازم يتعاونون في محافظة كربلاء، لازم يتعاونون إلى المواكب الحسينية، لازم يتعاونون. يعني هاي المحافظة لازم يريد لها خدمة مثل ما متعنينا من المحافظات، لازم هم هم يخدمونا، احنا واحد يساعد الثاني. أشكرنا. أكيد زميلي مصطفى، يعني مثل ما شفت الروح وحدة، الروح حسينية وحدة والتفكير واحد، وإن شاء الله كل خدام الحسين هم على قدر المسؤولية، على قدر الاهتمام بكربلاء، على قدر التضحية في سبيل كربلاء. طبعا نتواصل داخل هذا الموكب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر وأجركم إن شاء الله. الله يسلمكم. اليوم إذا تتحدث لنا عن تعاون الأخوة وياكم المجاري مديرية الموارد المائية، الشيء أكيد هذا يفرحني ويحفزني، ها، بأن التعاون على بلدية كربلاء، أي محافظات اللي تجي تدخل إلى كربلاء، ها، هذا الشيء يحفزني ويفرحني، ها، وأشعر بالفخر لأني خادم الحسين وخادم زوار أبو عبد الله الحسين. ومن هذا اليوم، ها، ننطلق إلى خدمة زوار أبو عبد الله الحسين، فخر، ها، واعتزاز. أحمد الله أكيد. خدمة الإمام الحسين فخر واعتزاز بكل مجال، بكل صوب، بكل ذرة تخص الزائرين. هذا شرف، شرف ما يناله إلا ذو حظ عظيم. وأعتقد أنه خلص الوقت مالتنا زميلي مصطفى، تغطيتنا بهذا الموكب. لك الكلمة، وهذه عودة للاستوديو للزميل مصطفى الزيدي، لك الكلمة. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، تحية للزميل علي الخالدي والزملاء برفقته لهذه الصورة الرائعة للتفاني بخدمة زوار الإمام الحسين. وجد تحية بضيوفي المهندس عبد الأمير رشيد مدير مديرية الموارد المائية في كربلاء، وأيضا المهندس عامر الكناني مدير مجاري كربلاء المقدسة. وأسأل جنابك عن طبيعة آلية توزيع كوادركم وآلياتكم. فضلت حضرتك أنه كوادركم مو من النوع كالدوائر البقية اللي تستقبل متطوعين ربما، نعم، من الشباب، نعم، وإنما فقط تعتمدون على كوادركم. أسأل جنابك، نعم، عن أعداد الآليات والكوادر اللي دخلت الخدمة، وكيف يتم تقسيمهم في عموم المناطق اللي تحتاج وجودكم سواء المواكب أو مناطق كربلاء. نعم، أول شيء تعرف جنابك، يعني أكو أعمال اختصاص، أعمال المجاري، يعني خلي نقول عمل تخصصي، ما تقدر انت مثل ما نقول تجي باي زياره او يعني حتى في اثناء تساقط الامطار انه تستكري عمال مثل ما نقول. لازم عامل عنده خبره، مساله الاجراء اليوميين او المتطوعين. نعم زيارة. نعم، لازم عاملنا يكون عنده خبره. وتسمعون كلكم وسائل التواصل انه سقط شهيد هنا وهناك في مديريات مجاري المحافظات كافه. رحمه الله على الشهداء. رحمه الله والديك، الله يرحم والديك. فلازم انه العامل يكون تخصص، وهي هاي طبعا مشكله عندنا. نعم. يعني احنا من شو اسمه مقبلين على زياره مليونيه، ما نقدر ناجر عمال من برا، لازم عامل اختصاص عنده خبره. يعني هاي واحده من التحديات اللي احنا نواجهها خلال الزيارات المليونيه. نعم. نقص الكادر طبعا مشكله هاي كلش كبيره عندنا. الاليات التخصصيه ايضا اليات تخصصيه يعني ثمنها باهظ، بالإضافة إلى أنه إذا تريد مثلا تجيب آلية تخصصية من الشركة الأم، يعني مدة تصنيعها لا يقل عن 8-9 أشهر إلى 10 أشهر. يعني هاي هم تحدي آخر. إيش قد نسبة الحاجة بالآليات والكوادر بالنسبة لدارتكم؟ يعني إحنا عندنا عجز تقريبا 50%. نستعين بالمديريات الأخرى من المحافظات، طبعا من عدا إقليم كردستان، كل المحافظات تزودنا بالآليات، مشكورة، من الشمال الى الجنوب. نعم. تعرف جنابك من يصير زخم زياره مليونيه. نعم. هو صح، يعني خلينا نقول قلب الزياره هي كربلاء، صح، لكن كل المحافظات اصبح عندها شنو زيارات مليونيه، صح، اصبح عندها منافذ. يعني ما تقدر تضغط على بقيه المديريات، صح. انا اخواني مدراء الدوائر اولا اوجه لهم شكر وتقدير، لكن هم هم يعني من البصره، صح، مثل ما تقول لديالهم، كلهم عندهم منافذ حدوديه، وتعرف جنابك المنافذ الحدوديه شلون تصير، صح، بالزيارات المليونيه، وايضا عندهم يعني ممرات للزياره المليونيه. نعم. فقصدي هم يحتاجون هاي الكوادر العامله، يحتاجون الاليات.
فان شاء الله واعدونا الاحد ان شاء الله، اليوم جمعه باكر سبت، الاحد ان شاء الله تلتحقون توصل لآليات ان شاء الله من يمكن من الجنوب محافظات الجنوب يلا يقدر يوصل، لانه المحافظات القريبه هم نفس الشيء هذه الايام هم انه معتهم لود وعتهم اي بس يخصصونا يعني اللي المحافظه تخصص لنا مثل ثلاث آليات، محافظه آليتين، كل من حسب استطاعته وامكانيته. نعم أي. مسألة انتقال الصلاحيات أستاذ عامر، نعم، كان لجانبكم أم أنه سلبي، خصوصا إذا نظرنا بنظر الاعتبار للمشاريع الاستراتيجية اللي تحتاج المحافظة خصوصا كربلاء؟ أقصد هو حقيقة يعني أغلب النواحي أنه هو من جانبنا، يعني تعرف جنابك ستة اليوم قاعد هنا دائرة ومرجعك قريب عليك، وشوف الوضع والاحتياجات بالضبط. بالضبط، أولا يكون على اطلاع، ثانيا شنو احتياجاتك تقدر توصل اللي هي بسهوله، وهو راس الهرم قريب عليك، ايش تحتاج مثل ما نقول يلبي لك اياه. لكن اللي خلينا نقول اللي ضرنا حقيقه انه مشاريع استراتيجيه من قبل وزاره الاسكان والاعمار اصبحت معدومه. متى اخر مشروع؟ يعني احنا اخر مشروع انحال عندنا سنه 2011 المحافظة كربلاء المقدسة من قبل وزارة البلديات. ومن سابقا 2011 إلى اليوم ماكو ولا من مشروع 2011 لليوم ما عندنا ولا أي مشروع وزاري. وهذه الحاجة اللي مرينا بيها يمكن الأمطار أكثر من سنة مرت المجاري، يعني كلش عصفت بوضع المجاري أستاذ مصطفى. بالإضافة للزيارات المليونية بسنين متتالية كلها ما دعا الوزارة أبداً 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 محافظة أبداً. أستاذ مصطفى أكو دوائر يعني توسعها يكون بتوسع المدن بتوسع السكان، هذا طبيعي طبيعي. نعم. مثل الماء، المجاري، الكهرباء، اكو دوائر صح مثل ما تقول المدن تتوسع، لكن توسعها يكون فد شيء بسيط هاي الدوائر صح. لكن الدوائر الخدميه اينما يكون توسع انت لازم توسع هاي الدوائر الخدميه. يعني احنا من 2011 لليوم لا عندنا مشروع وزاري، لا دخلت لنا مثل ما نقول آليات تخصصيه. اما بالنسبه للعاملين هالسنه حتى صلاحيه استكراء عاملين ايضا رفعت بالموازنه. يعني بالسنوات السابقه كان عندنا صلاحيه استكراء عاملين، نجيب عمال ندربهم لكن شهر شهرين تقدر بعدين تستفاد من عندهم. رجل مختص والموضوع يمك يمكن الجواب نلقاه. هذه التصريحات اللي نسمعها من مجلس الوزراء انه احنا نهتم لزياره الاربعينيه، من وزير يقول احنا نهتم لما تعيشه كربلاء من زيارات مليونيه، على واقع الحال شنو يعني؟ على واقع الحال كل شيء ماكو. 2011 تقول؟ اي نعم 2011 لليوم احد. نعم. اهم الدوائر الخدميه بالمحافظه ما شهدت ولا مشروع واحد ابدا. ولا شو تعني مشروع هذا التصريح؟ ولا مشروع، يعني هذا كلام للاستهلاك الاعلامي لا اكثر ولا اقل. احنا مهتمين، الاهتمام يجب ان يكون على ارض الواقع، يعني مو بس كلام. يعني احنا ما اجتنا لا تخصيصات مثل ما نقول خلال زيارات المليونيه، فقط انه نستعين بالسيد المحافظ جزاه الله خير، ايش نحتاج، هو الرجل هم مثل ما نقول فلوسه على قد المشاريع، يخصص لنا مبالغ يعطينا وهذا الدعم فقط. اما كدعم خلينا نقول وزارات، خلينا نحكي على وزارتنا احنا السابقه، كدعم وزاري، كدعم اخر من الحكومه المركزيه الاتحاديه، انا كمدير مجاري ما لمست اي دعم. نعم. حقيقه بالنسبه لدوائركم رغم اهميتها استاذ عامر. نعم. شاركني سيد عبد الامير انه دوائركم نشاطاتها مشاريعها غير منظوره، الناس ما تشوفها، يمكن هذا سبب خلى المشاريع تحال لكم قليلة بالنتيجة أنه الناس ما تشوف الخدمات اللي تقدمها الدولة خصوصا الحكومة المركزية لكم، ما تشوفها مو على العيان، بالنتيجة المشاكل ما تنشاف، وكذلك إذا ما أحيل لها مشاريع ما راح تنشاف، لذلك تولي اهتمام للدوائر اللي الخدمات تظهر للصورة مثلا، وين المشكلة؟ هو حقيقة يعني تعرف جنابك أكو نقص بالخدمات على عموم محافظات القطر. نعم. اصبح المواطن متذمر من نقص الخدمات. بالاونه الاخيره يعني الطبقه اعتقد يعني انه السياسيه شافت انه تقدم فد شوارع فد المنظور فد خدمات منظوره للمواطنين على مود تكسب رضا المواطن. لكن هي حقيقه البنى التحتيه هي الخدمات الحقيقيه. نعم. يعني بتجي الى شبكات الماء والمجاري والكهرباء اذا تسبب مشكله ترى طبعا كل هي هاي الخدمات الحقيقيه. نعم. بعدين تجي خدمات الطرق. احنا حقيقه بالمحافظه تخصيصاتنا بالمحافظه يعني بسيطه على التعداد السكاني اللي عندنا هو 1,250,000، يعني فشي بسيط. صح. واقعا هسه احنا بكربلاء 3 ملايين يمكن تقريبا.
فالتخصيصات اللي تجي على 1.25 مليون وانت عندك 3 ملايين صح مواطن ساكن في المحافظة، وعندك زيارات مليونية كل خميس وجمعة، وعندك زيارات مليونية في المناسبات والأعياد هذا يطرح الكلام للمسؤولين أكيد خو سيد المحافظ يطرحه في كل المناسبات. احنا هم نطرحه، بس هو صوته هو اللي يوصل المجلس الوزراء ويوصل المجلس النواب العراقي، لكن حقيقة يعني ما جاي نشوف أي تفاعل. خليني ويا محافظة هذه الجزئية المهمة سيد عامر سيد عبد الأمير وسيد جنابك، هذا يعني التشخيص الواضح من قبلكم كسادة مسؤولين بمفاصل عمل مهمة جدا بالمحافظة، هذا عدم الاهتمام الذي يختصر فقط على التصريحات، إيش قد هو مؤثر على طبيعة الخدمات اللي تقدموها بالمحافظة؟ وطبعا احنا المكاشفة ضرورية في مثل هذه الزيارة المليونية، وأسأل جنابك ما الذي تحتاجه دائرة الموارد المائية من مشاريع استراتيجية من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات كما ينبغي للدوائر القرينة من قبيل مثلا دائرة الماء، تحتاج من عندكم مشاريع تزودوها حتى يصير العمل. نعم، الحقيقة احنا وزارة الموارد المائية ضمن التخصيصات صورة عاملة دائما من أقل الوزارات، فإحنا تشكيلاتنا هي جزء من الوزارة، فالنسب يعني تحصيل حاصل بعد راح يصيرون يعني الوزارة هي يعني أنا أحكي حتى يعني هذا يعني الواقع. مثل ما تفضلت هي مكاشفة. نعم. إحنا هسه أزمة مائية حادة. نعم. ومشاريع نحتاج للمعالجة ماكو يعني الوزارة ما يعني تخصيصاتها محدودة. محدودة قبل. واقع هذا. سيد عبد الأمير محدودة قبل، مو بالأزمة الحالية اللي هي خانقة للبلد. أنا يعني ما أحكيها يعني مثل ما صارت مكاشفة ما عدها تخصيصات اللي مثل حتى تعالج المشكلة وعندك إطلاق تخصيصات بحيث براحتك تعالج زين المشكلة. زين شنو يعني ماكو تحديد يعني ما عدنا وقت، بس أريد أسأل جنابك شنو يعني رئيس مجلس الوزراء قبل تقريب 6 أشهر من قال قضية الماء صار استراتيجية وأنا اللي تبنيتها؟ رئيس مجلس الوزراء شخصيا. العفو الموضوع هو كالآتي، الموضوع الماء بجانبين، جانب ويا دول الجوار، فلازم الاتجاه يعني من أعلى الهرم يصير تنسيق ويا الجهات الدول الأخرى. نعم. فهذا الجانب هذا المهم جدا، يعني احنا الإطلاقات لازم تتدخل يعني رئاسة الجمهورية، تتدخل رئاسة الوزراء ويا الجانب التركي ويا الجانب الإيراني ويا الجانب، لازم تجينا هاي الإطلاقات واللي هي المهمة. احنا إذا أطلقنا مثلا جدول العفو بنهر الفرات نحتاج 600 متر مكعب أو 500 متر مكعب، وهو يعطينا 125 متر مكعب، فلازم أكو تدخل قوي من الدولة. تصريح لأحد الدولتين اللي تفضلت حضرتك بذكرها هي المتشاطئة من العراق، قال واحد من المشاكل هي مشاريع العراق المائية، مشاريع العراق بالعراق هي مشكلة، جزء من مشكلة المياه اللي يشهدها العراق مو فقط الإطلاقات. وأنا هسه هو العفو هذا الجانب الأول اللي أدا أحكي عليه، بل هذا التفاوض ويا دول الجوار هذا وهو الرئيسي والمهم. نعم. لازم تجي الجانب الثاني، الجانب الثاني عندنا هنا بعد. نعم. لازم أكو عندك تنفذ تكمل مشاريع. يقول ما عندنا فلوس نسوي مشاريع. خو إحنا بادية المشاريع. مو ضمن الدوائر اللي أنت. إحنا بادية أكو مشاريع العفو خامون، إحنا يعني ننفي ماكو مشاريع. إحنا عندنا مشاريع بادية بس هاي لازم تكمل. نعم. من تكمل تحتاج تخصيصات. نعم. يعني إحنا من 2014 للعام الماضي كانت تدري ماكو تخصيصات متوقع. العام الماضي بدأت عندنا مشاريع تعاود. نعم. إن شاء الله ضمن هذا البرنامج الحكومي هسه التركيز على نكمل المشاريع اللي متبقية. نعم. نكملها ونباشر المشاريع جديدة. نعم. فهذني هسه المشاريع المتلكية ومتوقفة خلينا نقول بجيبة الأزمة المالية. نعم. هسا انعدت لها دراسة ضمن عام 2023 إن شاء الله راح تكمل. نعم. هاي إذا كملت بعد راح نطلب المشاريع الجديدة بإذن. نعم. الله ممتن جدا، وهذا الموضوع هو اللي يدسر عندنا جانبين يعني. أحسنتم. نعم. المهندس عبد الأمير رشيد مدير مديرية الموارد المائية في كربلاء ممتن لجنابك. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. المهندس عامر الكناني مدير مجاري كربلاء المقدس الشاكر فضلك ممتن من جنابك. الله يحفظك أستاذ مصطفى، كل التوفيق إن شاء الله لجنابك ولكل العاملين بالقناة. ممتنين كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيها الكرام سادة الأحبة، ختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا بلون العزاء. إلى الملتقى.